بيت خلال 8 ايام. مرحبا يسعد اوقات الجميع. طبعا اصدقائي في شخص قرايبي هو الصراحه اجى له 8 شهور بهولندا، اكثر شوي طلع له اقامه خلال 8 شهور. اوكي، ما بعرف اذا انا حكيت لكم عليه او لا. من شيء تقريبا بعد ما طلعت له الاقامه ب 20 يوم او اقل شوي طلعت له البلديه، شو اسم بلديته. بعد ما طلعت له البلديه هلا عن جديد 8 ايام وطلع له بيت، يعني خلال 8 ايام طلع له بيت. اوكي، طبعا هذا يعني شيء جيد كثير، يعني خلال 8 ايام. في ناس عم تضل سنه، في ناس عم تضل 10 شهور واكثر من سنه ليطلع لها بيت، ولكن في ناس خلال 5 ايام يطلع لها بيت. هذا قرايبي صراحه طلع له بيت خلال 8 ايام، ولكن البيت مشترك مع شخص ثاني لبين ما يعمل لم شمل لزوجته. طبعا هو عم يبلش باجراءات لم الشمل، اوكي، وعم يستنى دوره لحتى، لانه الفي في ان قالت له انه ملفك رح نبعته للإيندي لما يجي دوره. فطلع له بيت خلال 8 ايام مشترك مع شخص ثاني لبين ما تيجي زوجته او لبين ما يعملوا لم شمل ويعطوه بيت اكبر. طبعا انا تفاجأت انه خلال 8 ايام واحد يطلع له بيت هون بهولندا، وخاصه هلا في ازمه سكن بهولندا، كثير ناس عم تعاني من السكن، يعني ما في اماكن كثير. ولكن هذا خبر حلو، انا حبيت فاجئكم لانه صراحه لسه يعني في حظ. هن قالوا له انه نحن اعطيناك هذا البيت لحتى تتقرب اكثر، لانه هو بامستردام وبدنا نقربك اكثر على بيت قرايبينا، مشان هيك نحن اعطيناك هذا البيت مؤقتا لبين ما تعمل لم شمل. طبعا خلال 8 ايام، يعني هذا شيء حلو كثير. اتفائلوا شوي اصدقائي وان شاء الله كله خير للجميع. بس عندي شغله هون، كم سؤال اصدقائي. يلي بيروح قاصر على المانيا وحصل على الإقامة من بعد ال 18 سنة بيقدر يعمل لم شمل مثل هولندا؟ الكل بيعرف إن هولندا إذا إجا قاصر وأخذ إقامة بعد 18 سنة بحق له يعمل لم شمل، أكيد ما في أي مشكلة. ولكن ألمانيا ما بعرف إذا بحق له يعمل لم شمل إذا طبق 18 سنة حتى لو راح قاصر. فياريت لأصحاب التجربة يلي ساكنين بألمانيا وراح قاصر وحصل على الإقامة بعد 18 سنة وقدر يعمل لم شمل لأهله، ياريت اكتب لنا تحت التعليقات لحتى الكل يستفاد. أصدقائي امبارح أنا نزلت فيديو أصدقائي عن لمحة، يعني لتسكير عن أوراق لم الشمل، وذكرت أنه جواز السفر لازم يكون موجود. في كتير تعليقات اجتني انه نحن ما عندنا جواز سفر، نحن ما عندنا جواز سفر، نحن ما فينا نطلع لانه ما عندنا جواز سفر، ما فينا نسافر اذا ما في جواز سفر. يلي ما عنده جواز سفر بيعطوكم وثيقه سفر لتجوا فيها على هولندا، اوكي؟ يمكن هذا يمكن 5 مرات نذكرها بكل فيديوهات، فبرجع بكرر، يلي ما عنده جواز سفر مشان لم الشمل بيعطوكم وثيقه سفر، فما في اي مشكله اذا ما في جواز سفر. في عندي خبر هون بهولندا، اصيبت موظفه بعمر 23 سنه بجروح خطيره بحادث طعن بفرع هيما بفورمير بشمال هولندا. نقلوا البنت على المستشفى وقبضوا على البنت المشتبه بها بعمر 21 سنه. لهون انا بكون انهيت الفيديو اصدقائي، بس انا حبيت هيك فقلكم شوي مشان البيت. هذا قرايبي صراحه خلال 8 ايام طلع البيت، صراحه خبر كثير حلو وعقبال الجميع. إذا أول مرة بتشوفونا لا تنسوا اللايك لحتى يوصل أكبر عدد ممكن، والاشتراك بالقناة، وإن شاء الله نشوفكم بفيديو تاني بأخبار جديدة. وتحياتي.